الى جانب بعضها البعض في مباريات الدوري الاوكراني ممثله للمثلث دنيبرو وميتاليست. ولكن على الخصوص شاختار دونيسك الذي كسب الخبره والتجربه في تشامبيونز بينما دي كورا يفعل المنتخب الاوكراني سوسوليا يفاجئ الدفاع الفرنسي والحارس غولوريس وهستيريا تعم المدرجات الملعب الاولمبي بكييف على ايقاع الهدف. اوكرانيا من هجمه واحده من فرصه واحده تسجل الهدف بعد سوء التغطيه الدفاعيه. الكره هنا امام سوسوليا لعاد مره اخرى الاعاده في هذا البناء الهجومي الممتاز. سمير نصري ماذا ينتظر؟ سمير نصري ماذا ينتظر؟ ترك المجال لسوسوليا وامام ارتباك الدفاع يضع في شباك غولوريس. افضليه اوكرانيا هو اللي بدا الهجمه سوسوليا بالكعب مررها ومباشره لادمار ستيبانيكو تمرر بهذا الشكل من ادمار وسوسوليا هنا يتفوق على المدافعين والحارس غولوريس تتحمل المسؤولية كذلك يا إيغو لأن التسديدة لم تكن قوية. لمسة سوسوليا لم تكن بقوية لأوكرانيا لإعادة مجددا لخطأ كوشيالي في الصراع مع سوسوليا. ولكن الأولى كانت الأوضح هنا سوسوليا كان يصعد للتسديد وكوشيالي ارتكب الخطأ ولكن صدقوني على بعد 8 دقائق من النهاية والنجم يارمولينكو جول يارمولينكو يهدد الفرنسيين ويقول الفرنسيين معلش هذه فرصتنا للتأهل المونديال وما أصعب رهانك يا فرنسا إذا لم تسجلي في الدقائق المتبقية لأن المواجهة ستكون حارقة بعد أيام هناك في فرنسا. هدف يضاعف من الحدود للأوكرانيين. يارمولينكو يقول للفرنسيين معلش هذه فرصتنا للتأهل المرة الثانية في تاريخنا لكأس العالم. هذه